أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي أمال العراقيين وتحقق الإصلاحات المنشودة من خلال دعم رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن. جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية أوضحت فيها أن صالح التقى الحلبوسي وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد، مضيفا أن الجانبين ناقشا أيضا الآليات التي تتبعها مؤسسات الدولة المختصة لمواجهة وباء كورونا المستجد وأهمية تضافر الجهود للحد من انتشار هذه الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية الأزمة والنصائح الصحية العامة.